كده الجماهير يعني نساءت فتحت، الجماهير رغبة في تحقيق إنجاز مع فريق نادي الميلان. هنا أمامنا الميلان، هنا استلام على طول وأول أهداف اللقاء، هنا استلام وأول أهداف اللقاء. لم يحتاج فريق الميلان إلا 16 دقيقة لأنه يملك كل الأسلحة التي تؤدي إلى مرمى ليتشي أمامنا. آدي إبرة سعيد بأول أهداف ألكسندر باتو، سعيد بأول أهداف فريق الميلان في تحضير رائع في هجمة بدأت يعني من خلال يعني تنظيم جيد جدا. وادي السعادة هنا ألكسندر باتو في سعادة وفرحة كبيرة بهذا الهدف الذي يعد أول أهداف هذا الموسم. آدي أمامنا ألكسندر باتو صاحب أول أهداف اللقاء. شوف التحضير، شوف الربط، شوف أمبروزيني، الاستلام حلو وباتو واخد قرار، باتو واخد قرار في هذه اللقطة، وفعلا ألكسندر باتو يصنع الفارق الذي يستحقه فريق نادي الميلان مع هذه البداية القوية من جانب فريق الميلان في حضور زلاتان إبراهيموفيتش. آدي أمامنا باتو حطها حلوة أو حلوة حلوة أمامنا أهو. آدي ألكسندر باتو، آدي ألكسندر باتو في هذه المحاولة استبعد من منتخب البرازيل على يد دونجا هو ورونالدينيو أدريانو لأن العدد